اليوم جولتنا مع أقدم نائب رئيس لنادي السيب الأستاذ خميس بن سالم اليوسفي الذي عاصر وعايش نادي السيب منذ تأسيسه. دعونا نتعرف على التفاصيل من خلال هذه الزيارة. الأستاذ خميس بن سالم اليوسفي شخصية رياضية لن ينساها نادي السيب، حيث يعد أحد مؤسسي هذا النادي التاريخي بعد أن تفانى في خدمته، وكان أحد رجالاته الذين وضعوا اللبنات الأولى لتأسيسه. كنت يوم من الأيام قادم من سمائل إلى ولاية السيب وهي بلادي وإقامتي، فأخبرني والدي ويقول السيد الجولند بن ماجد بن تيمور آل سعيد يريد مقابلتك، يريدك أن تزوره عنده. فقلت إن شاء الله يا والدي، فذهبت إلى السيد الجولند في حصن السيب وسلمت عليه، فرحب بي وكنا من أول كان له معرفة بي لأنه كان يزورني في نادي الهلال، وبعد ناخذ على نادي الهلال. وكانت الأندية قبل حكم صاحب الجلالة السلطان قابوس في كل ولاية مجموعة من الأندية، ولكن كان نحن في ولاية السيب أربعة أندية: نادي الهلال الذي كنت أنا رئيسه، ونادي الوطن، ونادي البطولة، ونادي الفداء. هذه أربعة أندية. ثم عندما دخلنا في الحوار أنا والسيد الجولند رحمة الله عليه، أخبرني، قال يا أستاذ خميس، قلت نعم سيدي، قال لي أتتني رسالة من وزارة شؤون الشباب يبلغونا على أنهم في خطتهم أن يجعلوا في كل ولاية نادي واحد باسم الولاية بدل التعدد. والله شيء جميل يا سيدي. قال لي الآن أنا طلبتك عشان نفكر في تكوين النادي هذا، وأطلب رؤساء الأندية الباقية اللي هم الثلاثة، وأنا لكن لي فكرة ثانية. قلت له ما هي يا سيدي؟ قال لي عندي فكرة إني أنا اخترت أن يكون رئيس النادي علي بن حسين الفارسي. قلت والله شيء كبير. قال لي واخترتك أنت أن تكون نائبا للرئيس، لأن علي حسين عنده علاقات طيبة وجيدة، وأنت تكون مع الإدارة تتفرغ لترتيب النادي وتطويره، وبحيث يكون هذا النادي يرقى إلى درجة جيدة من العلم والمعرفة. والله كلام في محله. تم التشكيل وبادرنا فورا بعد ذلك بالمهنات، تقسيم العمل والأشياء هذه، كل واحد أخذ من الشباب ما قصروا، يعني كانت هبة قوية من أبناء السيب كلهم تحت راية واحدة، نادي واحد يعني، والكلمة واحدة.